الخبر الاول اللي عدنا عن مايا اللي هي صديقة انس الشايب القديمة، ونفس الوقت اللي صور حاليا ويا جواني، وصل قناتها باليوتيوب لل 100 الف متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبل 10 مليون يا رب. طبعا هاي قناتها هي قديمة، ولكن حاليا قررت انه ترجع تصور بها وتنزل بها، فالله يوفقني حبايبي نتباركوا لها بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار، فنور نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات واللي اعلن من خلالها عن الفيديو اللي حينزله باكر الساعة 4 حيكون فيديو ناري. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو وسام تيكت، فوسام نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري يحمس بيه المتابعين للمقطع حينزله باكر اللي راح يكون بفضايح. طبعا المقطع راح ينزل على الساعة 4. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات المقطع منه متحمسين اكثر بين نور مار وفريق وسام تيكت. الخبر الثالث اللي عدنا عن ردي على بيسان وانس الشايب، تحريض اليوتيوبر علي وتسكيرهم القناتي. طبعا ما يعرف شنو القصه، فبيسان وانس نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شويه ستوريات واللي كانوا ينشرون بها مقاطع لاشخاص يحكون علي بالسوء. طبعا هذا الشيء على مود يحمسون كلاب الشهره انه يطلعون ويحكون علي. طبعا هذا الشيء هو قال لي بالفويز اللي كان بيني وبينه لما كان يهددني. بتعرف اني انا بكبسه زر بتخلي مليون واحد يطلع يحكي عنك في اليوتيوب. طبعا هذا الشيء مهم لي، نعرف انتم وياي واقفين، ولكن بالنسبه للموضوع الاهم واللي هو محاولتهم تسكير قناتي. مثل ما شايفين حبايب حاليا مرفوع على قناتي 9 كوبرات، اذا ثلاثه من عندهم نجحت تنحذف قناتي، واليوم واحدا رفعوا عليه 3 كوبرايتات من قناه بيسان اسماعيل، ولكن الحمد لله لان اليوتيوب وياي ويعرفني على حق والله وياي في هذا، ولا واحده منعتهم من قبلت. طبعا مقاطع اكيد هي استخدام عادي ما بها اي غلط، طبعا هم لانه ضايجين لاني قاعد افضح بهم. طبعا بالنسبه لحبايبي اللي يطلبون من عندي اني اوقف افضحهم، بالنهايه القناه اخبار وخلافا عن اليوتيوب يا حبايب انه انا عندي كرامه، وبالنهايه هم حكوا على اختي، اكيد اني ما لازم انسى الموضوع واقول هاي انتهى الموضوع، الا طبعا اذا هم طلعوا واعتذروا. بالنهايه يا حبايبي اذا تسكرت القناه مو مشكله، اكو قناه عندي ثانيه احتياطيه، وبنفس الوقت راح احط لكم رابط القناه الاحتياطيه، وراح احط لكم رابط مقطع طارق الباشا اللي حكى بي عليه وحكى على هذا الموضوع اكثر اللي حاب انه يتفهم اكثر يعني عن كوبرايت هيت. وبالنسبه يا حبايبي الفضيحه نارين بيوتي والكلام اللي قالته بيسان عليها، هواي صراحه طلب انه انزلها، راح انزل لكم اياها، ولكن اذا رفع علي شكوى زياده اتاكدوا يا حبايب 100% انه اول ما حيرفع علي كوبرايت زياده راح احكي بالموضوع وانزل الفضيحه. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات ايش رايكم حركه بيسان وانس وتحريض اليوتيوبر علي. الخبر الرابع اللي عدنا عن اصاله المالح وليش هي متذاقه ومعصبه، فاصاله نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كانت كاتبه بيه ناس يكرهوك بسبب جاحك وسوف يكرهونك دائما حتى لو اعطيتهم كل ما تملك مولود. طبعا هاي المتابعين توقعوا ان هي تقصد يوتيوبر معين بكلامها، هم يكرههم وهم يسوون كل شيء يريدوا. على كل اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم من الموضوع، وهل تتوقعون انهم يقصدون يوتيوبر معين او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم المتابعين على احمد ابو الروب بسبب اغنيته الجديده اللي هي كانت دس على نور مار نسوى صاله ونور ستار وحتى ريدر. طبعا هو يتهجموا عليه بالتعليقات، ولكن جمهور احمد ابو الروب وقف ويا مع هذه التهجمات. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بالحركه اللي سواها احمد ابو الروب واغنيته، انه دس هواي من اليوتيوبر، هي كانت مزح او لا. بس والله وصلنا لهذا المقطع، طبعا لا تنسون رابط مقطع طارق الباشا وبنفس الوقت رابط قناتي الثانيه، خليني اوصلها 100 الف مشترك. وبس جماعه، فايز ما خفت من التخصص، مع السلامه.